گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین کشورهای جهان با شروع به کار نمایندگان جدید عرب زبان از کشورهای امارات، لبنان، استیراد من ایران عبر شرکت آلت برندینگ، یمن، وکیل تجاری لشرکت آراد برندینگ العالمی، سوریه و بحرین. تحية طيبة وبعض، أنا علي جعفر، أعيش في لبنان حيث ولد، حائز على الإجازة في مجال الكمبيوتر ساينس، كما أنني أتممت العديد من الدورات منها اللوجستية كالسي بي تي وغيرها، إدارة المستودعات والويب ديفلوبمنت والسي اس اس والكارير ديفلوبمنت. كما عملت في التجارة الحرة وكنت مشرفا على استيراد البضائع من إيران ومنها السجاد العجمي لصالح مشروعي التجاري. لبنان هو بلد متنوع ثقافي وتاريخي غني والمعروف لا يعرف، يشتهر بأسواقه الحيوية حيث يقع في منطقة استراتيجية على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. بما أننا نتطرق ونطمح للاستيراد من إيران عبر شركة آراد براندينج، لا بد أن نتطرق إلى العنصر الأهم والأكثر أهمية وهو المرفأ اللبناني. المرفأ اللبناني يعتبر أحد أهم الموانئ في منطقة الشرق الأوسط، كما يعتبر الأساس في إنعاش الاقتصاد اللبناني في الداخل، فيمتاز بموقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مما يسهل التبادل التجاري البحري بين لبنان ودوله والدول الأخرى. بالرغم من التأثر بالمشاكل الإقليمية، لا زالت سوقنا اللبنانية تتمتع بالحيوية والديناميكية، فلذلك تجذب العديد من رواد الأعمال والمستثمرين الكبار. كواجهة رئيسية للتجارة الدولية والاستيراد، حيث نستورد الإمارات بشكل كبير الأرز والخضار والفواكه والمعدات الصناعية، بالإضافة إلى الكثير من المنتجات. تعد الإمارات واحدة من أكثر الدول المستوردة في الشرق الأوسط، حيث تدعم الاستيراد بشكل كبير جدا وتعد سوق جيد جدا. طيبة بعد. أنا دكتور خالد عباس، صيدلي يمني، العمر 34 سنة، ولدت في مدينة تعز، ثم انتقلت لإكمال دراستي الجامعية في مدينة دمار شرق مدينة صنعاء. اشتغلت في شركة ميدا السويسرية كمندوب علمي، ثم انتقلت إلى المملكة العربية السعودية للعمل كصيدلي محترف لمدة 6 أشهر، ثم ترقيت إلى إدارة المشتريات،
وبعد سنة من إدارة المشتروات انتقلت لإدارة المجموعة. خلال هذه الفترة كان الحمد لله توسعنا لأكثر من 5 فروع، وكان يتخلل هذه الفترة العديد من العديد من الإجراءات لزيادة المبيعات وتطوير التيم والمنافسة بكل جدارة. أنا حاليا وكيل تجاري لشركة أراد براندينك العالمية في اليمن. الشركة تعمل في أكثر من 27 مكتب تجاري حول العالم، تنتج وتسوق أكثر من 4000 منتج حيوي بجودة عالية وأسعار منافسة في شتى المجالات: مجال الحديد، مجال البلاستيك، مجال الأدوية، وعدة مجالات من الملبوسات والأطعمة. تحياتي. أنا رنا أبو زين الدين من سوريا السويداء. سوريا التي تشتهر بالتجارة ولها بصمة أيضا في الاستيراد والتصدير، كونها تتوسط دول العالم، وحبا أعمل معكم في شركتكم، شركة أراد براندينج. شركة أراد براندي، فأنا أقف خلفي المرفع المالي، فهو محطة أنظار المستثمرين لمملكة البحرين بما له من أهمية لموقعها الاستراتيجي من جهة، ومن جهة أخرى التسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين. فأهلا وسهلا بكم في مملكتنا.